يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم، برحب بيكم في حلقة جديدة وأنا وبيتي. مقدمة حلقة النهاردة ينفع كده نسميها فن إدارة الخلافات. لما بيحصل ما بين أي اتنين متجوزين خلاف، بيحصل حاجة من الاتنين، يا إما الموضوع بيكبر ويتصاعد وكل واحد يتمسك برأيه ويعند، يا إما أحد الأطراف يتنازل ويفوت، وغالباً الطرف الثاني بيعتقد إنه انتصر في المعركة دي. لكن الحقيقة بقى إن اللي بيفوت ويسامح بيحب أكتر، وإن اللي مش بيهون عليه الزعل والخصام بيحب أكتر. ومش شطارة أبداً إن وقت الخلاف أصر على رأيي على حساب الطرف الآخر. عجبتني قوي زوجة لما بعتت قالت لي أنا نفسي من خلال برنامجكم أشكر جوزي بشكل كبير قوي، لو فضلت طول عمري أشكره مش هيكفي. فبقولها ليه؟ قالت لي لأن إحنا الاتنين في وقت الخلاف الحقيقة عمره ما قسي عليا ولا حسسني بالقهر، ولا في مرة بيتني معيطة أو زعلانة، بالرغم من أني أكون ساعات بتنرفز وبتعصب لكن هو يسكت. ممكن أكون أنا الغلطانة لكن هو يستحمل ويفوت لحد ما هدى وبعدين يبتدي يعاتبني. والحقيقة أن احتوائه ليا في وقت الغضب علمني أعمل زيه، وده قلل المشاكل كتير جدا جدا ما بيننا. الخلاصة أنه لما مراتك تتضايق فوت لها، تقف لهاش كلمة بكلمة، واهدى وبعدين عاتبها. جوزك لو انفعل لأي سبب من الأسباب غصب عنه، بلاش رد الفعل يكون وقتي ونتعصب ونتنرفز، لأن احنا كستات يعني مشهورين بالحكاية دي. اهدي وخليه يهدى وبعدين عاتبيه. مش شطارة أبداً إننا نخسر بعض وقت الخلافات، لكن الطبطبة والاحتواء في وقت الخلاف ده بينهي المشكلة في ساعتها، والحقيقة إنه ده كلام متجرب وحقيقي جداً. ده بالنسبة لمقدمة حلقة النهاردة. أما بقى عن حلقتنا، فالنهاردة مكملين مع حضراتكم من ضمن سلسلة الحلقات اللي بنتكلم فيها عن قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية. والحقيقة أنه الحلقات دي أنا بعتبرها أرشيف مهم جدا لأي حد عايز يطلع على مشروع القانون بشكل مفسر وسهل وأي حد يقدر يفهمه. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن الموانع المبطلة للزواج مع نيافة الحبر الجليل الأنبابولا مطران طنطا وكل توابعها بعد الفاصل. خليكم معنا.